مرحبا. من الأمثال المشهورة واللي منقولها كتير إجا ليك حلقة مع معها، ومنستخدم هذا المثل وقت بدنا نحكي على حدا بيحاول يصلح شي بيقوم بيخربه بزيادة. فيا ترى من وين إجا هالمثل وشو قصته؟ هالمثل مثله مثل كتير أمثال فيه إلو عدة روايات رح نحكي لكم اليوم أشهرها. بيقولوا بقديم من الزمان كان في واحد تزوج صبية كان يحبها وتحبه، ومع الأيام صارت معاملتها إلو تتغير، يعني ما عاد دللته واهتمت فيه مثل قبل. ومع طول هالحالة بلش الشك يفوت لقلب الشاب وفكر إنه مرته ما عاد حبته أو ممكن يكون في بقلبها حدا تاني غيره. ولحتى يتأكد حمل حاله وراح لعند عجوز معروفة بالحكمة لحتى يستشيره ويعرف شو يعمل ليتأكد من مشاعر مرته. فاقترحت عليه العجوز إنه يجيب حية كبيرة يقلع نيابة ويخيط تمه ويحطها جنبه وقت ينام ووقت يفيق، ما لازم يتحرك مشان مرته تفكره مات. ومن ردة فعلها بيقدر يعرف إذا هي لساتها بتحبه ولا لا. وبالفعل راح الشاب صاد حية وعمل مثل ما قالت له العجوز، وتاني يوم فاقت الصبية تفيق جوزها قام لقته لا حس ولا خبر ولا حركة ولا نفس. خافت وارتعبت وشالت الغطا عنه، قامت شافت الحية بتخته، فكرت انه هي الحية قتلته وصارت تبكي وتولول على جوزها وقالت قصيدة غزل ورثة في بساعتها. هون سمع جوزها وتأكد من انه مرته بتحبه، قام من تخته هداها وقال له انه هو ما مات وبس كان عم بيختبر محبتها. بس القصة ما مرقت هيك، الصبية حست حالا انخدعت وحست انه جوزها وقت حطها بهالموقف من الخوف والرعب والقلق كان عم بيستهين فيها وبمشاعرها، مشان هيك قررت انها تتركه لانه اولا شكك بمحبتها من البداية وتانيا استهان بمشاعرها وقت خلاها تصدق انه مات، وحملت حالها وضبت غراضها ومشيت بلا رجعة. ومن يومها صارت الناس لما تحكي عن الزلمة تقول إجا ليك حلا أم عماها، ومن بعدها مشي المثل على لسان الناس. هي مو القصة الوحيدة للمثل، إذا بتعرفوا قصة تانية حكولنا ياها.